برضو الامور الهامه جدا هي بطوله ساتوك للاتقان، والبطوله في هذه اللحظات انا بتكلم مع حضراتكم كده بتقام في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد في صاله الشهداء في النادي الاهلي. بطوله مهمه جدا وجانب انساني مهم جدا بيقوم به النادي الاهلي بعد توقيع اتفاقيه مع شيخ ال ثاني طبعا المسؤول عن هذه البطوله، وتنسيق كان اكثر من رائع، دور مجتمعي جيد جدا جدا بيقوم به النادي الاهلي. دي لقطات للنجوم الكبار اللي هيحضروا البطوله دي، ده نونو جوميز مع كابتن احمد شوبيش وكابتن اسامه حسني طبعا، دول في غرف الملابس الخاصه بالنادي الاهلي، مش باستاد مختار التتش لا، بمقر النادي وبالاعضاء في مقر النادي الاهلي بالجزيره. بتشوف نجوم كبار جدا، نونو جوميز نجم كبير جدا جدا في المنتخب البرتغالي السابق، كمان كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي السابق، والكابتن الكبير جدا طبعا كابتن احمد شوبير نجم نجوم النادي الاهلي السابق. مشاركه عدد كبير جدا من النجوم في هذه المناسبه، بالتحديد مش الاهلاويه بس كمان، لا انت عندك زملكاويه ونجوم كبار في نادي الزمالك شاركوا في هذه المناسبه، ومن خلال اللقطات اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم، يعني عندك مثلا كابتن اسامه نبيه كان موجود، كابتن طارق يحيى اهو زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه ونجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك موجود. فبالتالي هنا ده بيعكس الروح الرياضيه الكبيره ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك. وادي كابتن كمان وليد صلاح الدين كابتن الكبير كابتن خالد بيبو، يعني في الحقيقه منظر اكثر من رائع. كابتن ربيع ياسين برضه عشان ما ننساش حد. الجميل بقى في اللقطات اللي فاتت دي، بص ارجع دي، كابتن اسامه نبيه لابس تيشيرت عليه شعار النادي الاهلي، كابتن اسامه نبيه ده نجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك. كابتن طارق يحيى أيقونة الزملكاوية والناس في نادي الزمالك بيحبوه جدا، لابس تيشيرت عليه شعار النادي الأهلي، فدي رسالة بشكل أو بآخر لنبذ التعصب ما بين الناديين. أهي بص الصورة دي، دي لقطة مهمة أوي بصراحة، دي لقطة مهمة جدا، ان هم متواجدين في مقر النادي الاهلي في الجزيره، ان هم بيشاركوا في حدث زي ده وبيحملوا شعار النادي الاهلي. وفي الحقيقه اللقطات دي جايه في وقت مناسب جدا وملائم جدا قبل انطلاق بطوله مهمه قوي هي بطوله الامم الافريقيه، واللي كلنا فيها بنساند المنتخب الوطني المصري، وبالتالي كلنا بنتوحد خلف المنتخب الوطني المصري، وده هدف اساسي ورساله مهمه قوي من اللقطات اللي احنا بنشوفها حاليا دي. والعلاقات واضح ان هي علاقات قويه جدا جدا ما بين النادي الاهلي وما بين نجوم نادي الزمالك، وده طبعا دور النادي الاهلي اللي احنا دايما بنبقى متعودين عليه، سواء فيما يخص البطوله نفسها او كمان فيما يخص بلم الشمل ما بين نجوم النادي الاهلي والزمالك القدامى. وكمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اكيد بيقوم بدور اجتماعي وانساني هام جدا، واحد اولويات المجلس في الحقيقه هذه الجوانب الهامه جدا، بخلاف طبعا الجوانب الرياضيه والجوانب الانشائيه وكل الجوانب اللي اكيد النادي الاهلي بيكون مهتم بيها جدا، لكن البطوله دي بالتحديد دي رساله مهمه جدا خدناها من الرياضه بالتحديد، والنادي الاهلي بيقوم بيها وبينفذها بشكل جيد جدا جدا جدا. اكيد بطوله نتمنى نجاحها، والنهارده هيكون في مؤتمر صحفي اكيد بعد فعاليات هذه البطوله، بعد فعاليات التصفيات بالتحديد لشيخ ال ثاني وكمان الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.